مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من التلفزيون الجزائري. والبداية بأخبار المشاركة القارية للأندية الجزائرية، حيث سيواجه أمسية الغد اتحاد الجزائر نادي أسيك ميموزا الإيفواري طبعا بملعب 5 جولة الأولمبي، وهذا لحساب الدور نصف النهائي إياب لكأس الكونفدرالية. وتحسبا لهذه طبعا المواجهة، نشط اليوم عبد الحق بن شيخة مدرب الاتحاد ندوة صحفية تطرق فيها بالملعب الأولمبي ب5 جولة إلى عديد النقاط، مشيرا إلى أهمية الظفر بهذه المباراة والفوز والتأهل أيضا، مشيدا بقوة المنافس الإيفواري. استماس ديسيزيف ليدخل الفريقين في لافينال، سي ماتش امبورطون، هذا موعد مع التاريخ، وان شاء الله نكونوا في المستوى باش نأديو. سي با لو بومي ماتش راح نلعبوه في حياتنا ديليكا او امبورطون، كثر من لعبنا دي ماتش كثر من هكذا، ولا بريسون رانا خذيناها في البيبرون، رانا عارفها ماشي 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 حاجه علينا دركا. بور لو سكور بياج سي جوست نفكروا فيه، مي نو سون بوزيتيف. حنايا كون ربحنا 1-0 أكون خسرنا 1-0 لهيك، كراكم اليوم قاعد تقولوا سي جوابل و فا غوفينيغ و 0-0 جاكم ماشي مليح، ما فهمتش والله ما فهمت والله. كون خسرنا كراكم تقولوا سي جوابل وكذا و 1-0 سي ريان و فا غوفينيغ و الشعب والجمهور ديالنا، وكي درنا 0-0 ما عجبش. جو سي على بالنا بلي سكور بياج، وعلى بالنا مي نو سوم سيران و سوم حبينا الموعد تاع التاريخ نوصلوا ليه. بن شيخة تطرق أيضا إلى منافس الغد أسيك ميموزا، وصفا إياه بالمنافس القوي الذي يطبق كرة أكاديمية، مؤكدا على ضرورة التحلي بالانضباط التكتيكي والتوازن بين الخطوط الثلاث. ليكيب تاع ميموزا معروفة افيك ان جو اكاديميك في بلادهم، يحبوا يخرجوا البالون من اللور، يحبوا يجوا خارجين بالبالون. درنا اون ميتون كامل ما خليناهمش هما يخرجوا البالون، الدوزيام ميتون بدا تعب، بداو رجلين يثقالوا، وخرنا درنا ديفونس باس بالعاني باش نكونتريوهم ونشدوا روحنا. الاولاد كانوا في المستوى، سا فا شونجي، موش نفس الماتش راح يتلعب. هاد ليكيب المهاجمين ديالها سريعين، سي اون ايكيب كي تكون نتايا ندومينيهم تو تو مي اون دونجي. دوكا تفكر المدرب يفكر، عرفتش مدرب اللاعبين نفكروا كاس كيل فو فار باش كي نكونوا مدومينيين اون سو مي با اون دونجي. فوالا انو فو ان ايكيليبر في الفريق، ايكيليبر في الدفاع، ايكيليبر في وسط الميدان، ايكيليبر شكون يهاجم شكون ما يهاجمش، شكون يمشي شكون ما يمشيش، شكون فوالا. هذا هو التكتيك، هذا هو اللي يقولوا له الناس تكتيك، سي سا سكون فا سي كون فا ابليكي ان شاء الله. حنا مامنين برواحنا، مامنين حنا اوني سورا. حاجة المهمة في الياسما لأن مرتاحين في لابيل، داخلين في لابيل ديالنا، نحضروا في الماتش ديالنا ترونكيلمون. اوني قلت لك عندنا موعد مع التاريخ. من جهته أكد قائد الاتحاد زين الدين بلعيد على ضرورة التحلي بالتركيز لضمان ورقة العبور للمحطة النهائية. راح تكون مباراة صعبة علينا وعلى الفريق الخصم، إن شاء الله في نهاية المقابلة إن شاء الله نكون متأهلين. الضغط تاع الجمهور تاعنا توجور يكون بوزيتيف، وين تموتيفي ولي جوار كاع يكونوا موتيفي. الضغط كحنا بريس كاع لي ماتش لعبناهم بالشعب تاعنا، سواء هنايا سواء لعبوا على برا. ان شاء الله الماتش تاع غدوه ان شاء الله يكون الشعب تاعنا كيما لي ماتش اللي فاتوا، يوقف معنا كيما لي ماتش اللي فات. من جانبه مدرب أسيك ميموزا جوليان شوفالي تحدث عن أهمية التركيز على مباراة الغد، معتبرا أن الضغط سيكون على الفريق المنافس. On a manqué un peu de réalisme sur le match aller. On aurait pu avoir un,
افتقدنا للقليل من الواقعية في الذهاب، كان بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل لكن ذلك لم يحدث، لهذا يجب التركيز على مباراة الغد والعمل على الضغط على المنافس ووضعهم في موقف من صعب لأنهم سيشعرون بالخطر وبالتالي سيكونون حذرين. ثم الوقت وسير المباراة سيلعبان دورهما، عندنا لاعبون شاركوا في الشان، كان ثمة جمهور ودعم جماهيري وطني، رغم ذلك كانت المباراة صعبة وربما مباراة الغد أعتقد أنها ستكون صعبة جدا أيضا ويمكن أن تكون لصالحنا. سنلعب بتحفظ، لا يمكنني القول أنني أعرفهم أو أننا نعرفهم 100%، سنكتشف مباراة أخرى، سنواجه لاعبين آخرين على أرضية الميدان خلال هذه المباراة، إذن ستكون مختلفة كليا، ستكون مباراة ولاعبين آخرين حتى لو كانوا أنفسهم على أرضية الميدان في مباراة الذهاب ستكون أمورا أخرى سنكتشفها، والميدان والمباراة ستقول لنا الحقيقة في النهاية. إذن بعد عودته بنتيجة إيجابية من كوت ديفوار يسعى اتحاد الجزائر لترسيم تأهله بملعب الخامس من جويليا في مباراة ستضعه أمام نادي أسيك ميموزا الإيفواري، حيث الفوز بأي نتيجة بالنسبة لأصحاب الزي الأحمر والأسود يضعهم في المشهد الختامي، يقول الزميل عبد العزيز بن سالم. اتحاد الجزائر على موعد مع التاريخ، الفريق الأحمر والأسود على بعد خطوة واحدة من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عندما يواجه أحد أقطاب الكرة الإيفوارية أسيك ميموزا في إياب المنافسة القارية. صحيح أن نتيجة الذهاب هناك في أبيجان تبدو مريحة لرفقاء زندين بالعيد، لكنها قد تبدو مفخخة، لذلك يدرك الفريق العاصمي أن التعامل مع المباراة يجب أن يكون جديا وحاسما. عندنا موعد مع التاريخ، حنايا وعدنا شعبنا باش نكونوا في المستوى، دركا انا اريد باش نربح، ميموزا تريد باش تربح، الله يفعل ما يريد، اللي يدير لي زيفور ربي يعطي له، انا نعرف اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر ربي يعطي اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر، ما يعطيش اللي راقد. اون فا سو بات، اون فا نخدموا الهجوم تاعنا. الأكيد أن مدرجات ملعب الخامس جويليا الأولمبية ستكون كلها بالأحمر والأسود لفريق يريد ترصيع قميصه بنجمة إفريقية، خاصة وأنه كان قريبا جدا من التتويج بأغلى الألقاب الإفريقية عام 2015 عندما وصل إلى نهائي دوري الأبطال وخسر أمام تيبي مازامبي الكونغولي. بالنسبة لا فاسون جوي تاع ميموزا ما تهمنيش قد ما تهمني العمل ديالي أنا، لا فاسون جوي تاع ميموزا ثانوية بالنسبة لي، حنا فايسي دامبوزي نوتخ جو. المتتبع للاتحاد إفريقيا منذ دور المجموعات يدرك أن مسيرته توصف بمسيرة البطل، انضباط تكتيكي وتعامل جيد مع المباريات في أدغال إفريقيا، فضلا عن جمهوره الذهبي الذي سيكون علامة فارقة في طريقه للظفر بأول ألقابه القارية. كل التوفيق والسداد لممثل الجزائر اتحاد الجزائر. في إطار الاحتفالات بالذكرى 50 لتأسيس جبهة الصحراء الغربية حل صبيحة اليوم بمطار هواري بومدين طبعا في للمنتخب الوطني الصحراء الغربية، وذلك عندما سيواجه فريق مولودية الجزائر في مباراة ودية هذا السبت بملعب نيلسون مونديلا ببراقي، وتأتي هذه الزيارة كشكل من أشكال التضامن مع حق الشعب الصحراوي من خلال الدعم الرياضي. وهذا في إطار الذكرى 50 لتأسيس جبهة البوليزاريو. هذا وعبر وفد منتخب الصحراء الغربية عن سعادته بالمشاركة في هذه المباراة الودية طبعا التي تعكس أواصر التضامن بين الشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي. اليوم هذا الشكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة، فريق الصحراوي اللي يجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم 20 ماي
الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح بملعب نيلسون مانديلا مع مولودية الجزائر. هذا الفريق التاريخي اللي كان أسس من أجل التحرير ومن أجل السيادة والاستقلال، أيضا نستلهمه من تجربة فريق لفلان جبهة التحرير. هذه المباراة تعود مباراة يعني أخوية، ونتمتعوا كاملين بها، ونوصلوا أهم شيء نوصلوا يعني الرسالة القوية عنا. الرياضة هي عندها دور مهم في التحسيس بالقضية، وللأساس هذه جبهة اللي نحن لن يستغلوها ولن يفتحوها من هون الأمام. نعتبرها دولتنا الثانية. نشكر الاستقبال الحار، ونشكره لإقباله لهذه المباراة، و إن شاء الله العودة ستكون في العيون عاصمة الصحراء الغربية مستغلة، و 1 2 3 بيبال الجيري. هي مبادرة يعني قيمة، ونشكر الشعب الجزائري أولا قبل كل شيء، بعد الحكومة الجزائرية للدعم اللي تقدموا للقضية العادلة للقضية الصحراوية. من الشرفين الحقيقة أن نلعب ضد هذا الفريق المهم في الجزائر، ومقابلة مهمة لنا نعرف عن في ياسم الجمهور إن شاء الله. عاد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج بعد مشاركته في بطولة كأس العالم اختصاص المواي تاي لفئة أقل من 23 سنة، والتي أنهتها الجزائر في المرتبة التاسعة برصيد 3 ميداليات ذهبية لواء الشريف معمري في وزن أزيد من 91 كيلوغرام، وفضية لباسط عبد المنعم في أقل من 60 كيلوغرام، إضافة إلى برونزية للملاكمة بعيشة شاهيناس في وزن أقل من 63 كيلوغرام. يذكر أن البطولة العالمية عرفت مشاركة 1033 ملاكما يمثلون أكثر من 100 بلد. هذا وعبر الرياضيون المشاركون المتواجدون طبعا عن سعادتهم البالغة بعد التتويجات، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمضاعفة العمل لتشريف الراية الوطنية. مريت بصعوبات من خلال التهميش، من خلال نقص في الإمكانيات، ولكن الحمد لله بكل شيء هذا بفضل الله، ونشكر جميع العباد اللي وقفوا معنا، أعطونا مولونا، دعمونا معنويا ماديا بكل شيء، والحمد لله جميع شهدوا لي، والاعتراف كان من لجنة التحكيم من إيفما، أعطوني أحسن رياضي صاعد في هذه البطولة ما بين 103 دول ما بين 1300 مشارك. كانت البطولة من أصعب البطولات واللي كانت فيها مشاركة 103 دولة، وفي الوزن 60 كيلوغرام كان هناك تقريبا 20 لاعب. الحمد لله من بين 20 لاعب كنت في قائمة النهائية. الحمد لله تقاتلنا بروح رياضية، والوطن من أجل الوطن ومن أجل العالم الجزائري تفوقنا ونصرنا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الأهداف هي الألعاب العالمية، وإن شاء الله نشرفوا الجزائر أحسن تشريف إن شاء الله، وإن شاء الله المرة الجاية نتحصل على ميدالية ذهبية إن شاء الله. الحمد لله، وين كنا شاركنا في هذه البطولة الدولية لاختصاص مواي تاي، وين تحصلنا على 3 ميداليات فضية وذهبية وفضية وبرونزية، وين كنا شاركنا بأربع رياضيين في بطولة العالم هذه اللي كانت فيها 103 دولة مشاركة، كان فيها 1033 رياضي. كنا راح الفريق يعني بال 12 ملاكم، ولا كنا نتحصلوا على المرتبة الثالثة ولا الرابعة في العالمية إن شاء الله. المهم الجزائر يعني تحصلت على المرتبة 9 في الإيفان تروا، والمرتبة 16 في الكبار في السينيور. هذا شرف كبير للجزائر. احتضنت ولاية شلف فعالية نهائي البطولة الوطنية للعدو على الطريق بين مصالح الشرطة التي تدخل ضمن برنامج المديرية العامة للأمن الوطني في تنمية وتكوين رجال الأمن. تقول الزميلة كريمة لشمط. لياقة بدنية بنفس طويل من الصفات الملازمة لرجال الأمن كأساسيات العمل الشرطي على اختلاف مصالحه التي اجتمعت بولاية شلف في مضمار تنافسي واحد. منافسة يعني جد قوية، السباق كان قوي من أول إلى آخر، من خاطر مع الزملاء تاع الدرك الوطني، يعني ماركو كان شباب والجو ملائم. يعطيهم الصحة على تنظيم الدورة، إن شاء الله نشرفوا المديرية العامة للأمن الوطني. سعيد بور لو ترافاي بور افوار ليسبري
esprit ouvert et toujours le moral de travailler et de tout donner pour notre corps, qu'on est fier d'y participer. دي في بارتي كانت تظن مليح على مستوى يعني تم اليوم اختتام هذه البطولة التي شهدت مشاركة من مختلف أمن الولايات ومصالح الشرطة بعدد 158 عداء من الجنسين ذكور وإناث، بالإضافة أيضا إلى 13 عداء من قيادة الدرك الوطني، وإن شهدت تنافس وروح رياضية جيدة. تظاهرة تجمع كل سنة أفرادا من الأسلاك الأمنية ارتقاء بالمستوى البدني وتنمية للثقافة الرياضية لديهم، المتوج فيها وعي رياضي كأسلوب حياة وصحة بدنية بما يعزز أداء عمليا أمثل. حصلت على المركز الأول، كانت الأورغانيزاسيون سافا بيان، ونشكر كامل العدائين. هي روح مبادرة منافسة درناها مع زملائنا تاع الدرك الوطني، تجمع بيناتنا روح صدقه. كنت تحضير جيد للمنافسات القادمه باش نزيدو نقدموا نتائج اكثر من هذه. هذا التطوير اللياقه البدنيه للافراد سواء الامن الوطني ولا الدرك الوطني، منافسات دوليه ولا وطنيه ولا. إيلاء اهميه بالغه للموارد البشريه هو ما تجسده المديريه العامه للامن الوطني واقعا، يحمل معه رسائل التلاحم بين اسلاك الامن على اختلافها، ويعزز تكوين رجالاتها لمجارات مختلف الظروف، والاثر الاكبر رفع معنوياتهم هرمون تحفيز لمجابهه ومواكبه جميع التحديات. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار الرياضية، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.